أهلا بكم. أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بسطات الثلاثاء 10 أغسطس 2021 بتشريح جثة شاب عشريني لتحديد السبب الحقيقي للوفاة بعدما قضى نحبه غرقا في نهر أم الربيع على مستوى دوار سد الدورات بولاد سعيد إقليم سطات. وأفادت مصادر صحفية من عين المكان بأن الشاب المزداد سنة 2000 أعزب كان يقطن بدوار السواهلة بسيد عبد الخالق إقليم برشيد لقي مصرعه إثر غرقه في نهر أم الربيع حين كان يستمتع بالسباحة رفقة أقربائه بدوار سد الدورات قبل انتشاله جثة هامدة بفضل البحث الذي باشرته فرقة الغطاسين التابعة للوقاية المدنية بجهة الدار البيضاء سطات لمدة ساعتين من الزمن نظرا لعمق المكان وخطورته. وانتقلت عناصر الدرك الملكي بولاد سعيد سرية سطات وممثل عن السلطة المحلية إلى دوار سد الدورات وتمت معاينة جثة شاب قبل توجيهها بواسطة سيارة نقل الأموات إلى مستودع حفظ الجثث بسطات قصد التشريح لفائدة البحث القضائي الاعتيادي المفتوح في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. المشاهد تيف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.